ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم حرف النون. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية. حرفا نقرأ، حرفا نكتب، ونلون حرفا فنان. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. وين حرف النون في وسط الكلمة؟ حاول من جديد. النون مع الفتحة نا 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 نا. النون مع الضمة نو 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 نو. النون مع الكسرة ني 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 ني. والنون مع الساكن نا 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 نا. النون المفتوحة نملة نا 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 نملة. النون المضمومة نجوم نو 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 نجوم. نون مكسورة نبراس ني 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 نبراس. النون الساكنة منشار ن ن ن منشار. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان.